لواء طبيب أسنان محمد جمعة عبد الله، استشاري تقويم الأسنان بمستشفى وادي النيل. إحنا هنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا لكل الدنتستس، جي بيز، بالنسبة للأورثودونتيك تريتمنت، الجروث موديفيكيشن اند orthodontic treatment. Growth modification, how to apply the force of muscles to correct orthodontic or orthognathic problems. Growth modification, بنستخدم بعض الأجهزة بعد ما بنعمل سيفالومتريك أسيسمنت عشان نعرف هل الشايلد ستيل جروينج أور السكليتال جروث ريتش تو إتس ماكسيمم. الشايلد أما بيجي لنا في الميكس دنتيشن في البيريود من 6 years to 12 years احيانا بيبقى عنده بالدياجنوزس بتاعنا في ديفكت في احد الفكين، ماكسيلاري اور مانديبولار بروجنانسيزم، ماكسيلاري اور مانديبولار اندر ديفلوبمنت. احنا بنعمل الجروث اسيسمنت باي يوزنج ايذر هاند اند ريست اكس رايز و السيرفيكال فيرتيبرا ان لاترال سيفالومتريك فيوز تو اسيست ذا جروث. اف ذا تشايلد از ستيل جروينج وي كان يوز اورثودونتيك orthodontic appliances, orthopedic appliances, extraoral or functional appliances to treat the case. Otherwise, we have to postpone the treatment and surgical approach is the solution of these problems and this start after 18 years old.